نعم صباح النور عبد الله، صباح النور بدور. بالفعل أتواجد الآن في مطار أدوادمي، وهو المكان الذي تم فيه تدشين إطلاق طائرة أو الطائرة المتطورة للبحث الجيولوجي، والذي طبعا تقوم عليه وتشرف عليه طبعا الهيئة المساحة الجيولوجية، وهو طبعا أحد البرامج التي تقدمها الهيئة. ونعلم طبعا الميزانية كما ذكرت بدور قبل قليل 2 مليار ريال هي طبعا القيمة التي تعمل عليها الهيئة لعملية التعدين وعملية البحث الجيولوجي. نعلم أن منطقة أدوادمي هي ضمن منطقة الدرع العربي في المملكة العربية السعودية، نتحدث عن 600 كيلومتر مربع، ولا يا دكتور؟ 600 ألف. اي نعم، 600 ألف كيلو متر مربع في على مستوى المملكة. طبعا هي منطقة درع عربي. دكتور طبعا وديع قشقري طبعا صاحب المبادرة أو مالك المبادرة ما شاء الله، تفضل دكتور. لما نقول منطقة درع العربي، يعني نحتاج المشاهد يعني يفهم إيش معنى منطقة درع العربي. طيب جميل، طبعا أشكر قناة الإخبارية على الاستضافة. الدرع العربي هذا مصطلح ترى جيولوجي، كلمة درع اللي هي الصخور القديمة في عصور سحيقة تكونت، مرت بظروف تكتونية وجيولوجية معينة أدت إلى ترسيب تمعدنات في 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 الصخور هذه نظرا لقدم تاريخ تكونها. الدرع العربي واحد من الدروع المشابهة لدروع مثلها موجودة في العالم كلها، هي بيئة مناسبة لتكون الثروات الطبيعية. في المملكة هي تقريبا في النصف الغربي من المملكة العربية السعودية، تمتد زي ما تفضلت في مساحة تصل إلى 600 ألف كيلومتر مربع. نحن اليوم بندشن فعليا العمل على الأرض لإحدى مشاريع المبادرة هذه اللي هي تعنى بدراسة صخور الدرع العربي. نعم. وش تتميز فيها الصخور هذه دكتور؟ طبعا الصخور قديمة حاوية لتمعدنات بطبيعة الحال، بما إنها درع التمعدنات صعب إنه نحصرها، هي جميع أنواع التمعدنات. عملنا حيكون قائم على الحصول على بيانات تفصيلية دقيقة بأساليب وبتقنيات مختلفة تخدم الهدف منها طبعا تخدم الاستكشاف المعدني، بالإضافة إلى أي ثروة من الثروات الطبيعية الموجودة في الأرض. والحصول على بيانات حيعمل حراك حتى علمي بين الجامعات، فإن شاء الله مستهدفات كثيرة. يعني يعتبر إيراد مهم وللمملكة؟ أكيد أكيد إيراد مهم، يبحث عنه أي مستثمر محلي أو أجنبي. جودة البيانات ودقتها تسهل عليهم الأعمال، فبالتالي هذا عامل جذب بحول الله تعالى لأي مستثمر. نعم شكرا دكتور وديع قشقري، لاتكم العافية، معانين نشوف شغلكم إن شاء الله معانين. طبعا عبد الله بدور، طبعا الآن طبعا معالي نائب وزير الصناعة وأيضا الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية وأيضا الدكتور وديع قشقري الآن في جولة ميدانية للإطلاع طبعا على طائرة الاستطلاع التي تم تدشينها قبل قليل. حدث مهم، شكرا جزيلا لك. شكرا خالد، يعطيك العافية.